استرجاع الهيبة تاع الدولة مش بصفة سلطوية. سني با دلوتوريتاريزم. سلطة الدولة هي سلطة الشعب، هي سلطة أمة. باش تصبح الدولة محترمة والناس تطبق القانون. هنا الدولة القوية هي الوحيدة اللي قادرة تأسس الديمقراطية. دولة ضعيفة تجيب الفوضى، والفوضى كنا عشنا فيها لأن ما كانت فيه دولة. كل واحد يدير واش بغا، كل واحد يحكم فيما بغا، كل واحد يخرج الناس كيما بغا، كل واحد هذيك الضعف يؤدي إلى الفوضى. دولة قوية وتكون دولة قانون وعدالة وعدل، هذيك هو الأساس تاع الديمقراطية. أن إيطا فاب نو بو مني كو فير لانارشي. سول أن إيطا فور جوست de droit qui peut asseoir la démocratie. باش اللي حاسب روحه كتاف وعراض قال حبس راك غلط، والضعيف قال تفضل هذا الدور تاعك، قال ما تفضل هذه هي الدوله اللي انا نطمحي فيها. مثل ما قال خليفه من الخلفاء الراشدين: القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق. هذه الدولة.